بسم الله الرحمن الرحيم، كما تعودنا دائما أن نبدأ دروسنا بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنراجع مع أحبتي ما سبق دراسته في مادة الفقه. في مادة الفقه تناولنا 3 وحدات، كانت الوحدة الأولى تتحدث عن تعظيم القرآن الكريم والآداب التي يجب أن نطبقها في التعامل مع القرآن الكريم. تناولنا في الوحدة الثانية سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفنا عنه الصدق والأمانة والرحمة، حتى أنه كان يلقب بالصادق الأمين. في الوحدة الثالثة تعلمنا السلام، وتعلمنا صيغة السلام الكاملة، وهي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفضل السلام بأننا نحصل على الحسنات الكثيرة ونكسب محبة الناس. فإذا قلنا صيغة السلام كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإننا نحصل على 30 حسنة. بينما إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله، فإننا نحصل على 20 حسنة. أما إذا قلنا السلام عليكم، فإننا نحصل على 10 حسنات. طبعا الأفضل أحبتي بأن نقول صيغة السلام كاملة وأن نحصل على أكبر عدد من الحسنات. تعرفنا أيضا أننا يجب أن نسلم على من نعرفه ومن لا نعرفه. أما اليوم أحبتي فإننا سندرس رد السلام. رد السلام، لماذا نرد على من يسلم علينا؟ لماذا نرد على من يسلم علينا؟ إذن هذا هو ما سنتعرف عليه في درسنا اليوم. إذن درسنا اليوم أحبتي رد السلام. سأقرأ لكم الحوار وأنتن استمعنا وانتبهنا جيدا. سأل خالد معلمه بما نرد على من يسلم علينا؟ بما نرد على من سلم علينا؟ قال المعلم: أولاً، هل تذكر كيف تسلم عندما تلقي أحداً من الناس؟ قال خالد: نعم، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المعلم: أحسنت يا خالد، والرد هو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أحبتي رد السلام وهو قول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نردد مرة أخرى: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحينما انتهى الحوار شكر خالد معلمه وقال: شكرا معلمي الفاضل. إذن تعرفنا الآن أنه في هذا الدرس ينبغي علينا رد السلام بقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن أحبتي ينبغي أن نرد السلام بالصيغة كاملة، فإذا قال أحد السلام عليكم فإننا نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إذا شخص قال السلام عليكم فقط، أو قال السلام عليكم ورحمة الله، أو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه ينبغي علينا أن نرد عليه السلام كاملاً وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا ما يعني به فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن السلام أحبتي هو دعاء بالأمن والسلامة. السلام، ما معنى السلام؟ إنه دعاء بالأمن والسلامة. نلاحظ هنا الأسئلة. السؤال الأول: ألون صيغة السلام كاملة. ألون صيغة السلام كاملة. عندي هنا 3 صيغ للسلام، أيهما الصيغة الصحيحة؟
أو الصيغة كاملة؟ مكتوب هنا السلام عليكم ورحمة الله، وهنا السلام عليكم، ومكتوب هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها أصح؟ نعم أحبتي، هذه الصيغة الصحيحة الكاملة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن نلون السطر الأخير، نلون السطر الأخير. ننتقل أحبتي إلى الشريحة الأخرى. اثنان، أضعوا علامة صح عند العبارة الصحيحة وعلامة خطأ عند العبارة الخاطئة، بمعنى أن لدينا هنا عبارتين. ألف، أسعدني أخي عندما دخل البيت وقال. هنا أخي دخل البيت ماذا قال؟ وسنقرأ هنا حينما دخل البيت ماذا قال؟ أي من السلوكين أو التصرفين السابقين الآتيين سيكون هو التصرف الصحيح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أمي؟ التصرف الثاني، كيف حالك يا أمي؟ إذن أي السلوكين هو الأصح؟ أي السلوكين يعتبر هو السلوك الصحيح أو التصرف الصحيح؟ نعم أحسنتم أحبتي، السلوك الأول هو السلوك الصحيح، بأن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أسأل عن حال أمي. نأتي الآن إلى الفقرة باء. في الفقرة باء نقرأ، أعجبني الطالب عندما دخل الفصل. إذن هنا الطالب دخل الفصل، وهنا أيضا طالب دخل الفصل، كل منهما اتخذ سلوك حينما دخل الفصل. نقرأ السلوك الأول، واتجه إلى مقعده وجلس عليه. أما الطالب الآخر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اتجه إلى مقعده. إذن أي السلوكين أصح يا أحبتي؟ أيهما أصح؟ حينما اتجه إلى مقعده وجلس عليه مباشرة، أم حينما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اتجه إلى مقعده؟ نعم أحسنتم، إذن الإجابة الثانية هي الإجابة الصحيحة. إذن الإجابة الثانية هي الإجابة الصحيحة. ننتقل لنشاط آخر. اتصل أخي بزميله فسرني قوله أين عبد الله؟ أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أين عبد الله؟ أحسنتم، الذي سلم أولا ثم سأل عن عبد الله. في النشاط دال، سرني عندما دخلت على أخي وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل أحضرت للحلوى؟ إذن هنا سلم وهذا وأخوه رد عليه السلام. أما هنا قال هل أحضرت للحلوى؟ هل رد السلام؟ لا لم يرد السلام. إذن العبارة الأولى هي الإجابة الصحيحة. إذن العبارة الأولى هي الإجابة الصحيحة أحبتي. إذن انتهى درسنا اليوم، ونلتقي بكم أحبتي مرة أخرى في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.